حدثني شيخي علي الحلبي أنه في التسعينات عندما ظهرت فتنة الجزائر وصار هناك قتل بينهم وصعدوا إلى الجبال، وكان شيخنا الألباني يفتي بحرمة التصوير في ذلك الوقت، ولكن بعض الفضائيات استضافت شيخنا علي الحلبي لنقاش أولئك الذين في الجبال يحملون فكرة التكفير والتفجير، فقال له شيخنا الألباني اذهب وناقشهم ولا إشكال في التصوير فهذا لحاجة. قال فذهب شيخنا علي الحلبي ودارت مناقشات بث مباشر بينه وبين أولئك القوم وهم في الجبال. قال فنزل كم كبير من الجبال ورجعوا إلى السنة وكفوا أيديهم عن إهراق دم المسلمين. العلم هو الذي فيه نجاة الأمة، فكلما ازددت علما فعندها تزداد تسليما لشرع الله عز وجل وتبقى على ثقة بشرع الله عز وجل.